السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يوم جديد من ايام الجمال في الباخرة هابي دولفين ونايل ليلي، زي ما قلنا موجودة في شارع عبد العزيز آل سعود في المانيا. كنا عملنا مطعم اندلسية هيطلع في دايرة الاي، والنهاردة هنشوف المطعم اللبناني اهلين. حضراتكم ده المدخل وده مطعم اندلسية، اللي ما شافش الفيديو يشوفه هيعجبه ان شاء الله. تعالوا ندخل. في ريسبشن في الأول، وعلى اليمين بنلاقي مطعم أهلين. بسم الله ندخل. الله الله على صوت فيروز، حاجة كده تخليك طاير وانت بتسمعها. المطعم شيك جدا وموضوع حلو، وفي تراس شايف النيل من ثلاث جهات. مفيش أروع ولا أجمل من كده، ستايل وفندقي من التراس الأول. الأعداد والألوان مريحة ومتنوعة، بحيث تناسب أي عدد أو مجموعة يقدروا يقعدوا في مكان واحد وقريبين من بعض. كل ده جميل ورائع، لكن إنك تقعد في التراس في الهواء الطلق، هي دي المتعة كلها. يا سلام يا سلام على نيل بلدنا، نيل القاهرة الساحر ليلا، واللي مليان جمال وروقان صباحا. جو يخليك تستنشق الرضا وتتخلص من الإحباط. لو عايز روقان روح في أي حتة على النيل، والأماكن كتير. شوف بس قبل ما تروح على سبيل الجمال، وانت هتبقى تمام التمام. أسعد الله أيامكم ولياليكم ورزقكم راحة البال، اللهم آمين. دي البواخر الفرعونية، هما مركبتين، عملنا واحدة هتطلع في دايرة الآي، وإن شاء الله نبقى نعمل التانية، لأنها من أجمل الحاجات اللي حضراتكم ممكن تعملوها في القاهرة. شايفين بقى لما يبقى فيه جمال ونحط عليه شوية رومانسية كده، تبقى دي النتيجة. لو خدتوا بالكم هو حاجز الترابيزات دي، وكمان الموجودة في التراس، علشان ما يقطعش الفيو بحد يقعد قصادك. حاجة كده على طريقة وبحب الناس الرايقة. ومع فيروز الموضوع كبير كبير كبير. تعالوا بقى نشوف قاعدة تانية خيال الخيال، حتة تايتانيك كده، مقدمة المركب. وفيو كاشف لكل حاجة، النيل والبرج وسوفوتيل ومية وخضرة، كل حاجة نفسك فيها. هنا نصمت قليلا إعجابا واحتراما وتقديرا لهذه المشاهد الساحرة لنيل الخالد.
زي ما قلنا قبل كده في قاعة أفراح فوق مطعم أهلين، وفوق القاعة في مطعم تاني اسمه الموندو، ده مطعم انترناشونال، وفي النهاية في السكاي لاونج موجود على الروف. إن شاء الله نبقى نشوفهم مرة تانية. المشهد والجو والمكان من هنا تحفة تحفة. اللي قدامنا ده كوبري الجامعة، وورانا كوبري عباس، اللي على اليمين ده شارع عبد العزيز آل سعود في المنيل، واللي على الشمال شارع النيل في الجيزة. ده بقى تراس مطعم أهلين على المرسى ومطعم أندلسية اللي شفناه المرة اللي فاتت. ده المنيو عندهم غدا وعشاء، بيبقى سيت منيو، بتختار بين قائمتين طعام. ادي الحاجات الموجودة في قوائم السيت منيو. وده بقى المنيو الالاكارت على حسب الطلب، اسيب حضراتكم تتفرجوا عليه. كل الحب والتقدير لحضراتكم، ما تنسوش التفاعل، ياريت تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش عشان يوصل له كل جديد. ألف شكر، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.